لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند أو على قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزهد والرقائق، كتاب الزهد والرقائق. كتاب الزهد والرقائق، يعني هذا الكتاب يعنى بأحاديث الزهد والرقائق. والزهد هو كل ما يكون سببا للإعراض عن شيء، ويقصد به هنا كل ما يعين الإنسان عن الإعراض عن زينة الدنيا وشهواتها. ومن أحسن التعريفات للزهد تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: الزهد هو ترك ما لا ينفعك في الآخرة، ترك كل ما لا ينفع الإنسان في الآخرة. وعليه فإنه إذا كان الشيء ينفعه في الدنيا في الآخرة، آسف، إذا كان الشيء من الدنيا ينفعه في الآخرة فهذا مرغب فيه، ولو كان من زينات الدنيا. يعني البعض يظن أن الزهد هو العزوف التام عن كل شهوات الدنيا ومباهجها، ولكن في الحقيقة من خلال يعني تعريف ابن تيمية لهذا للزهد هنا يظهر لك أنه لا بأس إذا كان هناك شيء من زينة الدنيا وشهواتها يعين الإنسان على طاعة الله عز وجل فلا يخالف ذلك الزهد. فلو كان مثلا الإنسان يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى أن يجلس على فراش مثلا لين أو نحو ذلك، أو أن يعني يستعين بمثلا سيارة مثلا تعين على التنقل للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويعني السعي في طاعة الله وعبادة الله ونشر دين الإسلام وكذا ونحو ذلك، لا بأس. كل ما يعين على الآخرة فهو خير ولا ينافي الزهد، ولو كان هو من زينة الدنيا. بل لو كان الشيء يسيرا لا قيمة له كبيرة من شهوات الدنيا، واستعمله الإنسان في غير ما ينفعه في الآخرة، فتركه هنا أولى، تركه هنا أولى. لماذا؟ لأنه سيحسب يعني عليه في الآخرة، وسيخصم من يعني حصيلته إن صح التعبير في الآخرة. ولذلك الزهد هو ترك ما لا ينفعك في الآخرة. وأما الرقاق، فالرقاق كما قال العلماء جمع رقيقة، جمع رقيقة من الرقة، والرقة يعني الرحمة، الرقة يعني الرحمة. وسميت الأحاديث المتعلقة بذلك حديث الرقاق أو الرقائق، لأنها تحدث في القلب رقة ورحمة. ولذلك هذا الباب في الحقيقة فيه من الأحاديث التي ترقق القلب وتحدث فيه رقة. وكذلك هذا الباب فيه أو الكتاب فيه ما يزهد الإنسان في الدنيا وفي شهواتها، وذلك لأنه يعني أحاديثه تحث الإنسان على طلب الآخرة. وبدأ أول ما بدأ من الأحاديث، وقد ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الأصل جملة كبيرة من الأحاديث، اختصرها المنذري هنا وأخذ منها نحو 5 أحاديث أو 6 أحاديث. فبدأ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا هنا
بالنسبة للمؤمن بالسجن، وأشبه كذلك الدنيا هي هي بالنسبة للكافر بالجنة، هو شيء واحد لكنه اختلف عند كل فريق أو طائفة. فعند المؤمن الدنيا سجن، وعند الكافر الدنيا جنة. فبأي اعتبار كان هذا المقياس؟ العلماء ذكروا كلاما كثيرا حول ذلك، جملته أن المؤمن في الدنيا يعيش فيها في تكاليف، يعيش فيها في مكاره وابتلاءات، كما قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد، وقال سبحانه وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وقال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. وهكذا، فالدنيا المؤمن فيها يعيش في كبد وتعب ومشقة، فهو في تكاليف شرعية يقوم بها والنفس تكره ذلك، وهو كذلك يبتلى في الدنيا ويعاني فيها من الامتحانات والبلاءات والمصائب ونحو ذلك. ثم هو كذلك في الدنيا مهما بلغ من متاع الدنيا فلا يساوي شيئا في متاع الآخرة، ولذلك هو بالنسبة لما أعده الله عز وجل له في الآخرة هو في سجن، مهما بلغ من المتاع هو في سجن. لماذا؟ لأن موضع الصوت في الجنة أعظم من الدنيا وما فيها، أعظم من الدنيا وما فيها. إذن مهما كانت الدنيا ومهما كان نعيمها فهي عند المؤمن كالسجن. لماذا؟ لأنه ينتظر ما هو أعظم وأفضل. وأما الكافر فالدنيا عنده جنة. لماذا؟ لأنه والعياذ بالله يخرج من يفر من التكاليف ويترك التكاليف، ويعني يأخذ من شهوات الدنيا ومتاعها دون أن ينظر فيما أحل الله وما حرم ونحو ذلك، فهو منطلق في هذه الدنيا. وعلى معنى آخر أيضا ذكره العلماء، هو في الدنيا يأكل ويشرب ويتنعم وكذا، بخلاف ما ينتظره في الآخرة، فينتظره في الآخرة العذاب والعياذ بالله والألم الذي ينتظره في جهنم والعياذ بالله. فهو بهذا الاعتبار هو في جنة. ولذلك الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه مما يذكر في ترجمته، وقد تعلق بهذا الحديث هذا الموقف، أنه كان ذات مرة يخرج إلى درسه في الجامع الأزهر في مصر، وكان يركب فرسا ويعني عليه زينة في ثيابه ونحو ذلك، فلقيه يهودي عليه آثار الفقر الشديد جدا، فقال للإمام الحافظ بن حجر رحمة الله عليه، قال: هذا اليهودي أنتم تقولون أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فما تقول فيما أنت فيه وأنا فيه؟ كأنه يقول للحافظ بن حجر رحمه الله: ده أنت اللي متمتعه بالدنيا عايش في الدنيا كويس، وأنا الذي أعاني الفقر، كيف تقولون أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ فكان الرد الجميل البليغ من الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، قال: نعم، صدق النبي صلى الله عليه وسلم، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فأنا على ما أنا فيه في الدنيا لما ينتظرني في الآخرة إن شاء الله فأنا في سجن، وأنت على ما أنت فيه في الدنيا إلى ما ينتظرك إن بقيت على ذلك فأنت في جنة. أنت لو ضللت على كفرك ده ومت عليه فأنت اللي أنت فيه دلوقتي ده جنة لما سينتظرك في الآخرة والعياذ بالله. ولذلك هذا الحديث مما يزهد الإنسان في هذه الحياة الدنيا ويرغبه في الحياة الآخرة،
فإنها هي الجنة، فإنها هي الراحة الحقيقية. أما الدنيا فهي سجن نعيش فيه في ضيق وكرب وهم وبلاء وفتن، فلا نجاة من هذه الفتن إلا بالفوز بجنة الله تعالى والتي تستلزم العمل والطاعة والعبادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. وأما الحديث الثاني أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك هو ذاهب وتاركه للناس. وهذا أيضا الحديث يزهد أيضا في الدنيا وفي المال وشهوات الدنيا التي من أبرزها المال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول العبد الإنسان في الدنيا مالي مالي، يعني الناس يتكلمون ويتخاصمون ويتنازعون، وكل منهم يقول مالي ويحرص عليه وربما يقاتل ويقتتل مع الآخرين لأجل ذلك، مالي مالي، وتكون الخصومات وقطع الأرحام وكذا ونحو ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: إنما له الإنسان هذا الذي ينازع ويخاصم ويفعل كل هذا من أجل المال، إنما له من ماله ثلاث. هو دول الثلاث حاجات اللي هو بيستفيد منه: ما أكل فأفنى، يعني ما يأكله في هذه الحياة الدنيا، بكم سيأكل وكم سيأكل الإنسان، ملء بطنه، ما أكل فأفنى، يعني المال اللي هو تمنه الأكل ده اللي أكله، أو لبس فأبلى، أو الثياب اللي هو بيلبس، أو أعطى فاقتنى. أعطى فاقتنى يعني أعطى لغيره صدقة، فاقتنى يعني ادخر، ادخره عند الله عز وجل. هو ذا اللي الإنسان يأخذ من ماله. المال الإنسان يأخذ منه ما يستعف به عن سؤال الناس، يأكل ويشرب به ويلبس به ما يستره ويستر عورته، ويدخر عند الله عز وجل ما ينفعه في الآخرة. هذا الذي سيأخذ الإنسان من المال. فلماذا كل هذا الصراع على ذلك؟ ولذلك يقول: وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس، سيأخذه الورثة وهو تاركه للورثة، وربما قد نازع وخاصم وقطع أرحاما وكذا في تحصيل ذلك، ولذلك هو سيعاقب على ذلك. فخير له أن يجعل المال لا يخرج عن هذه الثلاث: ما يستر به بدنه، ما يستعف به عن سؤال الناس، وما يدخره عند الله سبحانه وتعالى. لأجل ذلك لما قالت عائشة رضي الله عنها لما ذبحت الشاة وتصدقت يعني بأجزائها وبقي الثلث منها، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهبت كلها إلا ثلثها، يعني وزعنا كلها صدقة وبقي لنا الثلث. فقال: لا، بل قولي بقيت كلها إلا ثلثها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ده اللي ذهب ده هو اللي بقي، اللي ذهب هو الذي بقي عند الله عز وجل، الصدقة هي التي بقيت عند الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. ثم ذكر الحديث الثالث، وهو الحديث الذي اختصره وقال عن عمرو بن عوف، لكن في الأصل لابد من ذكر الراوي عنه، وهو عروة ابن الزبير، أو آسف، هو المسور ابن مخرمة، وقد روى عن المسور عروة ابن الزبير. فعروة ابن الزبير يقول عن المسور ابن مخرمة، أو أن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف بني عامر ابن لؤي، وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها. البحرين اللي هي يسموها العراق بعد ذلك، أو الذي
وسميت العراق أو التي تسمى بالعراق، وسميت بالبحرين لأن فيها نهرين هما دجلة والفرات. قال: بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا يعني ملك البحرين فأسلم وصالح أهل البحرين، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، أبو عبيدة ذهب إلى البحرين وأتى بمال اللي هو الجزية التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وكانوا مجوسا، وكانوا مجوسا لما أهل العراق يعني. قال: فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين. قال: فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة وجاي معاه مال، أموال، فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي رحمة الله عليه بيقول ده في إشارة إلى أنهم لم يكونوا جميعا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بعضهم كان يصلي في مساجد حيه أو في مساجد أحيائهم اللي هي المدينة بأطرافها، لكن في هذه المرة جاءوا جميعا فصلوا الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم رضي الله عنهم كان قد أصابتهم الحاجة، لا سيما بعد الهجرة والصحابة اللي جاءوا مهاجرين من كل مكان فشاركوهم في الأموال، فحصل نوع من الشدة يعني في يعني الأنصار. قال: فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء ذكروا أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وعدهم بأن يعطيهم من مال البحرين إذا أتى. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، بعد ما خلص الصلاة انصرف أين داخل يعني بيته، فتعرضوا له، تعرضوا له يعني قاموا يسلموا عليه كده، وقفوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحدثوا معاه أي كلام بحيث يفهم إن هم يعني عايزين حاجة يعني. فتعرضوا له. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأيهم رضي الله عنهم وارضاهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ أنتوا سمعتوا، أظنكم سمعتم أن في أموال جت يعني من البحرين؟ فقالوا: أجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأبشروا وأملوا. وده من يعني حسن يعني معاملة الأصحاب والأتباع، فإنه صلى الله عليه وسلم ما قال لهم مثلا أنتوا جايين يعني وسايبين مساجدكم عشان مش عارف كذا ونحو ذلك، أو مثلا لامهم أو عاتبهم أو نحو، لا، بل قال لهم صلى الله عليه وسلم: أبشروا وأملوا، يعني إن شاء الله يعني سيكون خير لكم، أبشروا وأملوا ما يسركم. ثم قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. ثم وجه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة العظيمة، قال لهم: أبشروا وأملوا بما يسركم. ثم قال: أنا ما الفقر أخشى عليكم، ما تخاف الفقر، إنما أخاف الغنى، أخاف أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها. نسأل الله العفو والعافية. وهذا شيء مشاهد على مر الزمان والتاريخ وفي كل وقت. انظر إلى الناس على سبيل المثال في زماننا هذا، انظر إلى الناس مثلا في منطقة الخليج، كانوا قبل سنوات كانوا رعاة غنم ويعيشون حياة يعني البادية البسيطة، كان فيهم الدين والتدين ومعاني الدين والإيمان كانت أعظم،
بكثير. ولما جاء المال البترول ونحو ذلك فسد أكثر الناس، نسأل الله العفو والعافية. بل انظر في أحوالنا نحن مثلا في مثل بلادنا، وهي في الجملة بلاد فقيرة، لكن انظر لما انفتحت علينا الدنيا وصار بعضنا يركب السيارات ويسكن الشقق الواسعة وكذا، بعدما كنا زمان أكثرنا يسكن الغرف الصغيرة والأسرة الواحدة ممكن تكون يعني، أو للأسف الأسر المتعددة ممكن يكونوا في شقة واحدة، كانت الحياة أسهل وكان الناس أحسن. فلما انفتحت الدنيا ووسعت وتوسعت الدنيا صار المطامع والخصومات والنزاعات كثيرة جدا، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها، أي فتتنافسون فيها يعني كما تنافسوهم قبل ذلك، وهذا أمر معلوم في الأمم السابقة، وتهلككم كما أهلكتهم، يعني وإني أخشى من هذا التنافس أن تهلككم الدنيا بسبب هذا التنافس كما أهلكتكم. ولك أن تتأمل يعني أن الخطاب لخير من عرفت الأرض أو دب على الأرض من البشر بعد الأنبياء، وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يخشى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الغنى والمال وأن تفتح الدنيا، فكيف بمن هو دونهم؟ ولذلك يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لما نزلت الآيات قول الله عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. وهذا لما كان ما كان في يوم أحد، وانصرف الرماة بعد ما انسحب المشركون إلى جمع الغنائم مع إخوانهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نبه عليهم ألا ينزلوا عن مواقعهم مهما كانت الأحوال. فلما وجدوا الغنائم تجمع وأن الكفار قد فروا ظنوا أن المعركة قد انتهت، فنزلوا يجمعون الغنائم مع إخوانهم، وهذا ناتج عن شيء من الحرص، يعني دخل حرص على يعني الدنيا، ولذلك عاتبهم الله تعالى قال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: والله لو كان قبل هذه الآية لو أقسمت أن ما فينا أحد يريد الدنيا لظننت أني أبر أو أصدق فيما قلت أو كما قال. فلما نزلت هذه الآية يعني كانت هذه الآية يعني عتاب شديد من الله عز وجل له، يعني ابن مسعود يقصد أنه لو أنا كنت حلفت قبل نزول الآية دي إن ما فيش حد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا لرجوت أن أكون صادقا في يميني حتى نزلت هذه الآية: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتكم، نسأل الله العفو أهلكتهم كما نسأل الله العفو والعافية. فهذا الحديث أيضا من الفوائد فيه كما قال الإمام النووي رحمة الله عليه أن طلب العطاء من الإمام لا غضاضة فيه، يعني أنه الصحابة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم عطاء، فبيقول أن طلب العطاء من الإمام لا غضاضة فيه، لكن طلب من الناس قد يكون فيه قدحا في الإنسان لا سيما إذا لم يكن لحاجة. نعم. وفيه أيضا البشرى من الإمام لأتباعه وتوسيع أمالهم منه
وشاهده قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا وأملوا ما يسركم. وفيه من أعلام النبوة إخباره صلى الله عليه وسلم بما يفتح الله عليهم، يعني فيه من أعلام النبوة إخباره صلى الله عليه وسلم أن الله يفتح عليهم الدنيا، وده حصل، الفتوحات حصلت، وصارت الدنيا يعني تقريبا كلها في يعني أيدي المسلمين، ملكوا الدنيا من مشرقها إلى مغربها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن المنافسة في الدنيا قد تجر إلى هلاك الدين، أن المنافسة في الدنيا قد تجر إلى هلاك الدين، يعني إن المنافس في الدنيا هذا شيء يجر إلى الهلاك في الدين، شهده قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتهلككم كما أهلكتهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.